في دكتور اخي بيسال بيقول ان هو كان يعني نوى الحج وقعد في مكه فتره ثم احرم من مسجد السيده عائشه ثم لم يستطع الحج واحل نفسه من الاحرام دون ان يحج ولم يقوى على الفداء فماذا يفعل؟ لا لخصنا السؤال حبيبي. يعني هو الدكتور هو نوى الحج وكان موجود في مكه ولبس الاحرام ولكن لم يستطع ان هو يكمل مناسك الحج وفي نفس الوقت ما يقدرش ماديا ان هو يطلع فديه فماذا يفعل؟ هو النص يقول فان احصرتم فما استيسر من الهدي. فان احصرتم دام احصر يبقى عليه هدي يتحلل. طب هو لو معلوم يعني ماديا ما يقدرش ان هو يطلع الهدي الان دكتور، هل مثلا ممكن ياجل هذا الامر لبعدين؟ ممكن ياجل ما دام هو النص اصلا يا استاذ طارق حبيبي الحج مفروض على من؟ على المستطيع، يعني الله تعالى يقول فأيت الحج في آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، الاستطاعه دي استطاعه بدنيه، اثنين استطاعه ماليه. اذا كان مستطيع بدنيا ولكن غير مستطيع ماليا، مستطيع بدنيا يعني هو قادر بدنيا يتحامل ويتمالك ويمسك نفسه لكن غير مستطيع ماليا يبقى اسقط عنه الحج، لابد من الاستطاعه البدنيه والماليه. طيب مستطيع ماليا ولكن غير مستطيع بدنيا، عنده قدره ماليه، عنده سيوله نقديه، رجل ثري لكن جسمه يتحملش السفر ولا يتحمل تقوم من المشاعر، يبقى يكلف غيره يحج عنه وبالتالي يكون الاجر مشترك فيما بينهما. في الحديث على ما في سنده ان الله لا يؤجر في الحجه الواحده ثلاثه نفر، من حج ومن حج عنه ومن أنفق. يعني واحد مثلا أبوه توفي وأبوه ما كانش حجة الإسلام وهو مش مالك يخرج بدنيا لكن عنده قدرة مالية، يكلف حد يحج بدل عنه اللي هو حج البدل، يحج عنه وبالتالي هيأخذ ثواب هذه الحجة، أبوه اللي حج عنه وهو اللي هو أنفق وكلف تكاليف الحجة والشخص اللي راح حج. إن الله لا يؤجر في الحجة الواحدة ثلاثة نفر، من حج ومن حج عنه ومن أنفق. نعم أي نعم، جزاك الله خير دكتور.